أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حدود عورة الرجل؟ من أين إلى أين؟ حدود عورة الرجل التي لا بد من سترها ويحرم كشفها وكشف شيء منها ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل التي يجب عليه سترها، ويستحب له ستر بقية جسمه، لأن هذا من باب التجمل، وقد قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة أمر زائد على ستر العورة، كل ما يزين الإنسان، وذلك بعد قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالذي يواري السوآت هذا هو الذي يستر العورات، والريش هذا ما زاد عن ستر العورات من ثياب التجمل. نعم.